لا هرجع تاني، بس حلو السؤال. رأيك في تعيين كابتن محمد رمضان؟ انا عارف انت من المقربين لرمضان ومقربين للكابتن مختار، وايضا قصة تولي حسام حسن تدريب المنتخب. هو كابتن رمضان طبعا قيمة كبيرة جدا إدارية على أعلى مستوى ما شاء الله. رمضان الفترة اللي فاتت طبعا كنا مع بعضينا، قلت له الوقت ده يعني أنا من وجهة نظري وقتك رمضان. وقت رمضان أه والله يا كابتن، لأن أنا شايف رمضان ما شاء الله يعني عصرته كتير جدا وقريب جدا منه، وعارف رمضان بيفكر إزاي ويوجه إزاي ويشتغل إزاي. شغل بما يرضي الله طبعا، بينتمي لكيان كبيرة جدا، هو بيصدر عنده شخصية في أي وقت للصالح العام للصالح الكيان. نعم بيشتغل بتساوي رائع جدا وبعدل وبنظرية إن اخلص للنادي، خليك مع النادي، ركز مع النادي عشان أكافئك. كل شغله الكيان. فحتى يعني لما كان في لجنة التخطيط قلت له هي قربت، وأنا حاسس يا رمضان إن الكابتن الخطيب بأمر الله تعالى هيستعين بيك في مكانك. قلت له كده، ويوم القرار طلبته انا لانه كان معايا عشان الاشراف الاشراف على ديلفي. فطلبته ما ردش فطلبني يوم العصر. كان عندي ورقه وديه، قلت له الوقت ده يا رمضان بتاعك. والله العظيم كده لقيت بالليل قرار تاعي رمضان. اتبسطت. كابتن الخطيب لازم هو الحمل لازم يبقى معانا. صحيح، شايل حمل كبير. انا حامل الله يكون في عونه. نعم. ربنا يديله الصحه ويبارك فيه. حمل كبير عليه. فرمضان انا مبسوط انه موجود ان شاء الله هيفرق بامر الله تعالى. قرار صائب من الكابتن محمود الخطيب، كتر خيرك وجزاك الله كل خير. ورمضان هيفرق في الجانب الاداري والجانب مع اللعيبه في الوقت ده.